حبيتي أبرس؟ حبيت أبرس. صلحتيها؟ مش بس أبرس، خايف يكون صلحت كل الدنيا. واللي خلاك تخافي كده؟ ما بعرف ليه، من معك بحس بالأمان، ولا مرة حسيت هيك مع حدا، كأنك من أهلي، كأني بعرفك من زمان. مش فاهم يعني ازاي انت عايشه في امان وخايفه في نفس الوقت، رغم انك من برا شخص كتير هادي، بس حس انه جواك مخبى حدا تاني، حدا مش قليل يعني. حسلك من جوا غير من برا. فولكينو يعني؟ حس انك من جوا فولكينو فعلا، يعني بحسك مثل الصقر، ممكن تصور على حال شيء فجأة وما ترحم. مش إنه بتدعي أو إنه يفيكت، لا، بس بحس إنه ممكن تعمل تصرف ما يرحم. هذا الشيء بخوفني منك. عايزة كام يا دكتورة؟ كام الحساب؟ كلها سائلة. بتعرف شو بحسك؟ مثل عصفور، عصفور بقلب قفص عباله يظهر لبرا، بس إذا ظهر الله يعين اللي حواليه. أشكرك. فيرست، أنتِ أول واحدة شفتيني اللي ما حدش شافه قبل كده. وثانياً، أنا عايش في عالم بكرهه، عالم ما ينفعش، كلها فلوس، كلها سعرك كام وهتبيع بكام وهتشتري بكام. حاسس إن الناس كلها اللي أنا بتفرج عليها شايف السعر مكتوب على راسها كده، أنا هجيبه إزاي وهجيبه بكام. مع انك كنت فكرتك مش مثل اي حدا، بس طلعت بتشوف العالم بسعر. يا ترى شو هو السعر اللي شايفه فوق راسي؟ مش هتصدق. لا، انت قول بس وانا بقرر اذا بصدق ولا لا. الحقيقة يعني؟ You, Selma, you're priceless. غير سعر. يلا آيس كريم. يا ريت آيس كريم. We all scream for ice cream. آيس كريم. You scream. We all scream for ice cream. أنا بموت في الفيلم ده. تعالي بقى أجيب لك أحلى مكان. هوديكي احلى مكان ايس كريم. ده واحد ايطالي، هو برضه بيموت في روبرتو بينيني. انا ما بعرف عن شو عم تحكي، بس اهم شيء لا مش عارفه روبرتو بينيني. ايس كريم، يو سكريم، وي اول سكريم فور ايس كريم. مش عارفه الفيلم ده راح فين. راح اجيب ايس كريم. اي لاف ذات. يو سكريم ايس كريم، وي اول سكريم فور ايس كريم. أستاذ عمر، في إيه؟ أنا جهزت لحضرتك المؤتمر الصحفي والبيان الإعلامي وإزاي هنسيب المشروع، بس كنت عايز أعرض على حضرتك فكرة هتريحك من كل المشاكل وهتخلينا ما نخسرش الفلوس. بعد كل اللي حصل لسه عندك أفكار؟ طب قول. بدل ما حضرتك تسيب المشروع، احنا ممكن نشارك رجل أعمال مصري تقيل مقيم في مصر
وعنده النو هاو بتاع البيزنس ده. وبدل ما نبقى بنسيب المشروع احنا هنبقى شركاء، وبعد كده لو حابين نسيب المشروع هنبقى بنخرج من مشروع قائم وبنكسب ال 130 مليون على الاقل بدل ما نخسر. واكيد عندك اسماء. يومين يا فندم ويبقى قدام حضرتك فايل فيه كل يوم واحد تحت امرك. اوكي ايرلي بريس كونفرنس تحت امرك يعني. بعد اذن حضرتك. داود فندم Good job. Thank you very much. بعد إذن حضرتك.